اليوم الإعلامي الجمعياتي جزء مهم من المشهد السمعي البصري في تونس، لأنه عندنا 21 إذاعة جمعياتية مرخصة من قبل الهيكا وتبث على الأفام، تنتج في مضامين إعلامية ذات جودة وتكرس صحافة القرب وتحتك بالمواطنين، تقول لهم مشاغلهم أكثر وأكثر وتكافح الأخبار الزيفة والمضلة. اليوم الندوة متاعنا فيها جزئين، جزء متعلق بالتشريعات والقوانين وإطلاق مبادرة القانون الأساسي للاتصال السمعي البصري، وجزء ثاني متعلق بالنظام الاقتصادي وتطوير نموذج اقتصادي صلب المؤسسات الإعلامية الجمعياتية مش تصبح قوة تشغيلية للشباب اللي موجود فيها وتضمن الديمومة بتاعهم. مهم جدا اليوم انه نحكيه على صندوق دعم الاعلام الجمعياتي لانه يستحق الدعم، والحاجه الثانيه هو اعفاء الاذاعات الجمعياتيه من المعاليم المتخلده بثمتها تجاه الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي وتمكينها من البث المجاني، لانه مالكين الاذاعات الجمعياتيه هما جمعيات غير ربحيه قادره تقدم الاضافه، والاعلام في حد ذاته هو خدمه للصالح العام، دونك مهم جدا ان ندعموهم ابسط حاجه من خلال مجانيه البث والارسال. احنا مش مشاركه اليوم، فما مسار كامل مع الاعلام الجمعياتي نشتغل فيه منذ سنوات، ايمانا انه من الضروري ان يقع تطوير هذا القطاع، لانه يعني احد ضمانات المساله الديمقراطيه بشكل عام، احد ضمانات اعلام القرب، احد ضمانات الحوار العمومي في تونس وفي غيرها من البلدان التي نشتغل عليها، وايضا ان يقع تطويره من ناحيه ارتباطه بمهنه الصحافه بما يمكن من المعلومه الموثوقه وبما يمكن من حق المواطنات والمواطنين بشكل عام، لان حق المعلومه حق اساسي لحقوق الانسان. نعتبر ان الاعلام الجمعياتي تكون تجربه مهمه، ولكن الاكيد انه اليوم بعد تقريبا 10 سنوات هناك صعوبات كثيره في مستوى استمراريه مؤسسات الاعلام الجمعياتي، مما يفترض عمل مشترك بين كل الاطراف بطبيعه الحال، التعامل مع الاتحاد والتعامل مع كل المنظمات المهنيه المشغله في المجال، مع كل المنظمات الدوليه. يجب ان يكون هناك استراتيجيه وعمل مشترك في القريب العاجل من اجل ديمومه الاعلام الجمعياتي في تونس. هناك الكثير من التجارب الناجحه التي يجب ايضا البناء عليها، يجب النظر فقط في الصعوبات، يجب النظر فقط في العراقيل التي حدثت، ولكن ان ننتبه الى مسائل ايجابيه التي تحققت تلك السنوات الاخيره واستثمارها بشكل جيد. دائما هنالك حلول في تقديرنا، ولكن كيف يمكن ان نصل اليها، وخاصه كيف يمكن ان نضع لها برامج وتصورات عمليه وناجعه من اجل تحقيق الاهداف المشتركه. الحياه فهم، الحياه فهم زهره الحياه.